نعمل ايه عقبال ما نجهز الفرق اللحمه؟ ممكن نعمل شوربه. شوربه طيب، شوربه معانا اهي، هتعمل لنا هي شوربه كريمه. برضو شوربه الكريمه مش كتير بيعرفوا يظبطوها. هي شوربه خفيفه جدا عشان كمان المعده اللي عنده حاجه في معدته ولا حاجه، هي مفيده جدا للمعده. هي شوربه كريمه وبتدفي على فكره جدا جدا في الجو ده طبعا، وبتتخن طبعا جدا جدا، يعني اللي عايز يتخن يشرب شوربه كريمه زي ما هو عايز. طيب معانا شيف مروه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيف مروه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. انت جاي جري ولا ايه؟ لا اول مفيش حاجه. معاكي شيف امينه معاكي ومنورانا ايه؟ ازيك يا امينه؟ ازيك يا مروه عامله ايه؟ الحمد لله منوره. اخبارك ايه؟ الله يخليكي، ربنا يخليك حبيبتي. منوره الدنيا حبيبتي، وتسلم ايدك على الحاجه اللي بتعمليها. ربنا يخليكي يا حبيبتي، من ذوقك ربنا يخليكي. انا مروه مجدي جارتك. ايوه ازيك يا مروه عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك مروه مجدي؟ انت شيف برضو ولا ست بيت؟ شيف. طب ماشي، عشان بس احنا بنقول اي حد بيجي يطبخ دلوقتي بنقول له شيف عادي، مفيش مشاكل يعني. ما اي حد بيعمل اكل حلو دي جارتي. بس هي صراحه مش اكل حلو. لا استاذه استاذه. اكيد طالما ست بيت تبقى بتعملي اكل حلو. ربنا يخليك وربنا يخليكي يا اميره، وبالتوفيق كده ان شاء الله يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا مروه، ربنا يخليكي يا حبيبتي. ده الويسكا عشان تقلبي. ماشي يا حبيبتي. ميرسي جدا. ميرسي يا فندم. حطيتي قد ايه؟ حطيتي زبده؟ حطيت زبده. ايوه. معلقتين. ايوه. ومعلقتين دقيق او ثلاث معالق دقيق. تمام. على حسب. نفس فكره شويه البشاميل. تمام؟ عشان بس نبقى احنا ايه متفقين يعني. بالظبط بالظبط كده. تمام. بعد كده بننزل بالميه. ميه سخنه. تمام. او احنا برضو ادينا بدل اللبن نحط الميه السخنه عشان تبتدي تفك الدقيق. طب انت ما نزلتيش بالميه عشان تدي، طبعا احنا كميه الشوربه هتبقى شوربه لازم ميه. تمام. هتحط لها مكعب مرق. هو المفروض هحط لها مكعب مرق وهحط كريمه. تمام تمام. حلو قوي كده. تمام. مكعب واحد. ايه؟ مكعب واحد. تمام. وبنحط ملح وفلفل برضه. مكعب مرق مع ال اهو. طبعا المرقه لو انتوا عايزين تعملوها اصلا بتبقى بيون او تبقى ما شوربه، ممكن تبقى جاهزه على طول. معانا سمر. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيف؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ممكن اكلم الشيف اميره؟ الشيف امينه اللي معاكي. ايه سمر. ايوه. ايه حبيبتي؟ ازيك يا سمر عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا شيف منوره. إيه؟ الله يخليكي الله يخليكي. بس ايه الاكل الجميل ده؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بالتوفيق يا حبيبتي كده، ويا رب دايما كده. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. متشكرة يا سمورة. شكرا ليكي نورتينا. كلهم جيراني على فكرة. ما شاء الله. ده جيرانك بيدعموكي جامد اهو ما شاء الله. وهم اساسا اساتذه يعني. طب انا عايز سؤال، انت في جيرانك ايه بتعملي وتوزعي ولا؟ لا يعني بجد عشان الدعايه دي. هم عارفين طعم اكلي وعارفين من الريحه اكلي كمان. بالظبط كده. طب جميل جدا. معانا معانا بطه. بطه بطه يعني ولا ايه؟ الو كاك كاك. اقول ايه طيب؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ممكن توطي التلفزيون؟ السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك وطي التلفزيون. ماشي حاضر. يعني دايما حاولوا يا جماعه اللي بيتصلوا بينا يتصلوا ويبعتوا يعني يكلمونا من غير ما يبقى مولعين التلفزيون، يبقى صوته واطي يعني او يوطوه خالص. معانا معاك يا بطه. معانا اهي الشيف امينه معاكي. عايزين ننزل حاجه عشان بس ابتدت. حبيبتي ازيك يا اميره؟ ازيك حبيبتي عامله ايه؟ بصل مش كتير. اخبارك ايه؟ اوكي يا بطه معاكي. سامعينك يا بطه. طب حاولي تتصلي بينا تاني يا بطه. هي بطه بتتكلم من حلوان.
احنا نزلنا هنا بشويه بصل كده خفيف ياخد تشويحه برده مع الحكايه يدي الريحه. طبعا البصل مش الغرض منه انه يتحرق، لا ده هو بعد كده هو يدي ريحه بس، يدي ريحه بالظبط كده. احنا هنا حطينا ايه؟ احنا بقى هنا عملنا حطينا الدقيق مع الزبده الاول. أيوة. وبعد كده حطينا الميه والمرقه. ايوه. وبعد كده حطينا النعناع الناشف وفلفل اسود. نعناع ناشف. نعناع بقى. بصوا يا جماعه انا اول مره اشوف شوربه كريمه بالنعناع ده موضوع بقى مهم جدا. ما انا عملتها عشان خاطر المعده بس. يعني انا بشرب شوربه زبادي بالرز. دي شوربه مش متعودين عليها يمكن في مصر، بتتعمل في شمال اوروبا. زبادي برز بنعناع. لكن نعناع يتعمل بشوربه كريمه بس. ما دي بقى دي اختراعي. دي اختراعي. حلو قوي، انا اموت في الاختراعات. هايل. طبعا البصله احنا كل ده مش عايزين نحرقها، هي خدت التشويحه. عايزه تنزلي ايه بعد كده بالبصله؟ عشان البصله ممكن هنزل بقى بالمشروم. المشروم. كله ولا جزء؟ لا جزء منه. جزء منه. ادي المشروم بس ياخد كده حبه شويه حلوين. تمام تمام. وادي المشروم. خد بالك بس ابتدي تديله شويه سوائل عشان ايه يبتدي. خلاص هي الشوربه كده. طيب الشوربه كده ايه؟ خلصت خلاص كده الشوربه خلصت. خلاص ده لونها. ده لونها. مش شوربه. لا كريمه لباني بقى. بتحطي يعني كريمه فوق. من فوق. لكن طب بصوا يا جماعه الشوربه دي لونها شويه مختلف عن شوربه الكريمه التقليديه. وانا حابب ان احنا بس نشوفها. يعني معايا الكاميرا هنا يا جماعه، بصوا قريبه من شوربه البطاطس مش شوربه كريمه التقليديه، بس هي هتبتدي تجرنش، وهي بتجرنش في الاخر هتحط عليها شويه كريمه لباني مش هتحطه في الحل. بالظبط كده. استاذ احمد. استاذ احمد. ايوه. يا مساء الفل يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ مساء الفل. ازيك يا فندم؟ منور. الحمد لله. اكلم الشيف امينه. الشيف امينه معاك ايه؟ ايوه احمد. ايوه شيف امينه. عامل ايه؟ اكيد عارفه مين بيكلمك. طبعا جوزي. اكيد يعني. انت بتعمل لها مقلب. بتعمل لها مقلب على الهوا يعني. ايه رايك في المفاجاه دي؟ هو في احمد تاني غيرك؟ معلش يا شيف الصوت واطي. طب معلش انت بس وطي التلفزيون لو سمعنا من التلفزيون وخليك معانا بس. المهم ايه رايك يا شيف؟ بس انا عايز اعرف رايك في الاكل. في الاكل؟ الاكل زي الفل. الاكل جميل. لا انا مش عايز مجاملات. انا عن نفسي اقول لك الاكل رائع. انت طبعا ما مين يشهد طبعا، ربنا يخليك. لا بجد الاكل جميل ما شاء الله، وهنشوف في الاخر بقى هنشوف النتيجه باذن الله. ربنا يوفقك يا رب. كتر خيرك. كتر خيرك. انا حبيت بس اديها دفعه تشجيع كده ان شاء الله يعني. دايما يا رب. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. احنا كده ندفع الشوربه كده خلاص. طيب احنا ممكن تبتدي تغرفيها. تمام. معانا شيف ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيف ياسر، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف ايمن، طمنا عليك. بخير الحمد لله، ازيك انت يا شيفنا؟ اخبارك ايه؟ منور الدنيا يا شيف ايمن. الله يعزك يا شيف ياسر، الحمد لله ان الخط جه معاك، وعشان بس انت ظلمتنا. مش عايز اقول لك يعني مش عايز اقول لك الخطوط صعبه جدا. طب هنعمل ايه؟ طب والله يا شيف ياسر اديك ظلمتنا وقلت لنا ان احنا كنا زعلانين، بس هو الحمد لله الخط لقط معاك. انا مبسوط ان الخط لقط معاك. الحمد لله يا حبيبي، انا بكون مبسوط انا بسمع صوتك وبطمن عليك وبحييك بجد، احنا انت بتسعدنا. ربنا يعزك يا رب. معاك شيف امينه. ازيك يا شيف؟ ازيك يا شيف ياسر، عامل ايه؟ بالتوفيق يا رب كده. ربنا يخليك. دايما يعني متقدمه في شغلك والكل يستفاد منك يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا شيف ياسر. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. يعني انتوا ما شاء الله بتطلعوا مواهب حلوه وبتطلعوا اطباق جديده، يعني ممكن احنا كلنا نستفاد من بعضنا. طبعا طبعا اكيد كلنا بنتعلم من بعض اكيد. وبحييك يا شيف ايمن بجد، انت بتكشف لنا كل فتره كده مواهب حلوه بجد، احنا الشياف كبار وبنستفاد. مش هنقول لك والله يا شيف ياسر، انت بتكتشف الناس عندك على جروب، واحنا بنحاول هنا على الفيس، واحنا بنحاول هنا في البرنامج برضو يعني نكمل بعض عشان نوصل يعني ناس كتير قوي عايزه توصل للناس، وفي نفس الوقت توصل افكار جديده للناس. يا شيف ايمن المجهود الكبير والجهد الكبير كله لك انت، وانت ما شاء الله عليك مع الكل، بتدعم الكل وبتساعد الكل بلا استثناء، ما عندكش اي اسماء ولا اي عناوين ولا اي حاجه. شكرا مع الكل. شكرا يا شيف ياسر وتحياتي ليك. شكرا يا شيف ياسر. يلا بالتوفيق يا رب. شكرا. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. طبق الشوربه الجامد جدا خلص.